بعتقد أهم شيء تكون قوية السيارة، بتشد بطلوع إذا فيها ثلاث أشخاص أو أكثر مع أغراض بالصندوق. كل لازم تكون سيف وتوفر بنزين، بتاع كل الأغراض اللي بدنا نحطهم فيها سبيس، وتكون مريحة، قعدتها مريحة. كمان يكون أكيد سعرها مش غالي. سعرها لازم يكون مقبول. احنا اليوم عم نعمل تست درايف لرينو فليونس، عم نجرب نشوف شو قدراتها هالسيارة الموجهة مبدئيا لليونج كابلز او الناس المجوزين جديد، وعم بيجربوا يفتشوا على سيارة ميد سايز سيدان تكون بتفيدهم وتلبي حاجاتهم. احنا جربناها بالعجقة، جربناها بالطرقات الجبلية مثل ما عم نشوف هلا، عم نجربها على الكويع. سيارة منها سيارة performance، يعني مش عم اطلع على السسبنشن وكيف تبرم السيارة وكيف تفوت الكوع، بس عم اطلع اذا السيارة اذا الشوفير اللي قاعد بالسيارة بيكون مرتاح، هو عم بكوع، هو عم بسوق عدة كوع بطريق جبل، بطريق طلوع، بطريق نزول. لهلا من ناحية الكمفورت السيارة مريحة جدا، قعدتها الهاندلينج تبع الستيرينج ويل كتير 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 مريح، ما بتحس على السرعات العالية. جربناه على الاوتوستراد، شفنا انه على السرعات العالية بيكون الستيرينج ويل قاسي شوي مشان الهاندلينج يكون منيح، على الكواع الضيقة والسرعات الواطية عم بيكون طاري كتير، بالصفات عم بيكون طاري كتير، يعني الستيرينج ويل مريح جدا للسواقة. رح نجرب شغلة تانية فيها السيارة، رح نجرب فيها على موتور 1006، سيارة سيدان مانا متوقعين احنا منها بسرعة عالية، متوقعين منها تلبي الحاجات الاشخاص اللي عم بيسوقوها، ان كان طالعين بتطلع على طرقات بلبنان تلات ارباع طلوع. بدنا نجربها بطرقات طلوع نشوف كيف نتيجتها، نشوف شو بتعمل، اذا بتشد ما بتشد، هذه الامور كلها بتهم، بخاصة عم نحكي بسيارة وزنها منه قليل، بتقديرنا ما حتخيب لنا امالنا. باللي متوقعينه من موتور 1006 مع فيتاس سي في تي، التكنولوجي الجديدة الموجودة بفيتاسات رينو هالأيام، تغيرت كتير التكنولوجي من قبل. السي في تي مبني على بكرات وإشارات، منه مبني على غيارات، يعني منشوف لما نبلش ندعس بنزين مزبوط بقلب السيارة ما فيها النتعة بين الغيار والغيار، كتير سموز الرايد، بتشد مزبوط. منفرجيكم الفيديو اللي متوقعينه منها لقيناه. إذا بدنا نحكي شوي عن السيفتي، السيارة عم نجربها على الكواع، جربناها بحال كان في شوية تصحيط، كل الأنظمة اللي بتشتغل فيها الـ ESP والـ ABS كله موجود، ما بتزحط، كيمشي حالها مزبوط، التراكشن تبعها ما في مشاكل. عم نحكي عن الايرباكس، طبعا بيختلف حسب الليفل اللي موجود فيه السيارة، إذا نحكي انتري ليفل أو هاي اند بيختلف عدد الايرباكس موجودين وين موجودين، بس السيارة كومبليتلي سيف، ايرباكس موجودين بكل محلات تيحمونا. نحن اليوم كعائلة كمان لما تطلع فيها من وجهة نظر الأهل بهم إنه الأولاد اللي ورا ما يفتحوا الإزاز، ما يلعبوا بالإزاز، ما يفتحوا البواب هي وماشي السيارة. بسيستم رينو فليونس في عندك اللوك اللي موجود هون حد الدرايفر، اني تايم فيك تفتحها، بيفتحوا الازاز على قد المطلوب، ترجع بتقفلها من عندك، ما بيقدروا يفتحوا الكاتشايلد لوك للبواب اللي ورا للازاز. اهم شيء بالنسبه للكابل الجديد اللي عم بلش حياته او اللي صار عندهم اولاد وصاروا بنص الطريق، انه يكون مصروفها السياره كثير حلو. المصروف بيعني شغلتين، المصروف بيعني بنزين وبيعني صيانه. اليوم لما نحكي بنزين بدنا سيارة بتوفر، بتوفر مش حسب شو بيقولونا بالكتالوج بتعمل، بدنا نجربها على الأرض. نحن سفرنا لديت وبلشنا نمشي فيها طلوع، بلشنا نمشي فيها هاي واي تنشوف قديش عملت، والرقم نعطيكم اياه على الشاشة. أكثر من هيك، الصيانة كتير مهمة بالنسبة للسيارة، مصروفها. اليوم عم نحكي صيانة بوجي لايف تايم فيها موجود للسيارة، ما بقى فيها قشط صدر، يعني توفير كتير بالصيانة، كمان بتناسب كتير جدا من هالناحية الكابلز اللي هني بهموا من هيك نوع من السيارات.
سألنا السيارة وجربناها بتلبي حاجات السوق اللبناني، بتلبي حاجات الشباب والصبايا اللي حكينا معهم بخصوص السيارة. تطور واضح جدا لرونو على مستوى الفيتاس وعلى مستوى الموتور وعلى مستوى كل التجهيزات الكاملة جوا. رح نترككم مع بعض المشاهد عن السيارة اللي تمتعوا بمنظرها الخارجي من برا وتشوفوا الفليونس. انها عن جد من اربع سيارات رونو سيدان اللي نزلت باخر خمس سنين.